الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا، إلا المودة في القربى. قيل لي أنت أشعر الناس طرا إذ تفوهت بالكلام النبي، لك من جوهر القريض مديح يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبي. ما لي إذا وضع الحساب وسيلة، ما لي إذا وضع الحساب وسيلة أنجو بها من حر نار الموعد إلا اعترافي بالذنوب وأنني متمسك بولاء آل محمد. إليكم كل منقبة تؤول،
إذا ما قيل جدكم الرسول وفيكم كل مكرمة تجول إذا ما قيل أمكم البتول فلا يبقى لمادحكم كلام إذا تم الكلام فما أقول الثانية لتعجيل الفرج الثالثة بأعلى أصواتكم نبارك لكم ولادة شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس الرضا الراضي بالقدر والقضاء إمامنا الثامن الضامن أنالنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ونسأل الله سبحانه وتعالى بجاهه وجاه آبائه وأبنائه الطاهرين المطهرين أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأن يفك قيد الأسرى والمعتقلين ويشافي المرضى والمجروحين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المجيد ومنيف خطابه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم في المقدمة ما جدوى فتح النقاش في أصل ملف الإمامة هل من جدوى وهي من ضرورة لأن نفتح هذا النقاش التاريخي المتعلق بأصل الإمامة من هو الإمام الحق يعني لو تساءلنا هذا التساؤل زين وقلنا مثلا هل وصل الرسول صلى الله عليه وآله أو لم يوصي هل يوجد إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله أو لا يوجد إمام من الإمام المحق ومن الإمام المبطل أكان علي عليه السلام هو المحق أم تيار السقيفة أم تيار الخلفاء أم تيار الأمويين لو طرحنا هذا السؤال قد يسأل سائل هل من ضرورة لفتح هذا الملف ما جدوى الحديث في مسألة تاريخية أصحاب النزاع فيها ماتوا
تسمحوا لي شوي اخواني اعزائي يعني توقفون واتساب والانستغرام شوي وتطالعوني؟ ها تصور روحك مكاني. لا الاطفال ما اعلم ما في مشكله، اطفال بعد ما نقدر عصافير ما في مشكله زين، بس تصور روحك مكاني انت وانت قاعد تلقي محاضره والبقيه يسوون هالشكل، ها مو جميل اليس كذلك؟ زين فتسمحوا لي شوي اعزائي، او تفتحون لنا جروب خاص للماتم ما في لها شيء. زين كل ان شاء الله يعني دقائق حتى نطلع بنتيجه مهمه جدا في مثل هذه المحطه المهمه وهي مولد الامام الرضا سلام الله عليه. زين التفتوا جيدا اعزائي، قد يسال سائل يقول ما جدوى فتح النقاش في مساله اصحاب النزاع فيها ماتوا؟ والان بعض الدعاة من اليمين والشمال من الداخل والخارج زين يطرحون هذه الأطروحة، لا تتحدثون في مسألة الإمامة من المحق ومن المبطل، هذا حدث تاريخي اللي راح راح خلاص، ما حصل حصل. زين الآن علينا من الحاضر والمستقبل، ليس علينا من أمر التأريخ والماضي شيء. لا تفتحون ملف الإمامة، من هو المحق، من هو المبطل، ماذا جرى، ماذا حصل، هذه جراح تعالوا عليها وقفزوا على هذا الحاجز الذي يصد مسيرتكم التأريخية ومسيرتكم التقدمية. هل هذه الدعوة صحيحة أو لا؟ إذا نعيد السؤال، هل من ضرورة لفتح ملف الإمامة حتى نشوف موقع الإمام الرضا عليه السلام من هذا الملف، وكيف تصرف في أحلك الظروف، في أقسى الظروف، في ظروف كانت شائكة سياسيا، منعطف تاريخي خطير جدا، واجتماعيا واقتصاديا وعقائديا؟ هنا أعزائي برز اتجاهان في نفس مسألة فتح ملف الإمامة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الرافض جملة وتفصيلا لفتح هذا الملف، قال لا تفتحوا هذا الملف، تسألون من المحق ومن المبطل، ماذا حصل بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وارتحاله، ها من كان صاحب الحق في النزاع مع السقيفة ومع أصحاب الجمل والنهروان وصفين والأمويين والعباسيين، لا تفتحوا هذا الملف. وطبعا دعاة هذا الاتجاه مو فقط من خارج البيت الشيعي، حتى من بعض زين الكتاب ومعممي الشيعة. ليش بنفتح هذا الملف؟ أنا الآن أسرد حجج من؟ حجج المدرسة الأخرى، مو حجج الشيعة، حجج المدرسة الأخرى في إصرارها على على عدم فتح هذا الملف. قالوا لا جدوى من البحث في هذه المسألة، وذلك لأنها تولد زين أمور سلبية خطيرة جدا لأربعة أسباب. السبب الأول، لا نفتح هذا الملف لأن القرآن الكريم تحدث عن عدم فائدة وجدوى فتح ماذا؟ ملف الأمم السابقة، أنا أسميها شبهة تلك أمة قد خلت. يقولون تعالوا إلى الآية 134 من سورة البقرة، ماذا تقول؟ تقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول نستفيد من هذه الآية أن القرآن يحثنا على عدم فتح ملفات الآخر، تلك أمة قد خلت لن تسألوا عنهم ولن يسألوا عنكم، فلماذا تفتحون ملفاتهم؟ تعالوا نقيم هذا السبب الأول، هذا السبب راجح
أو لا؟ هذا السبب أعزائي تقييمه في نقطتين. النقطة الأولى، الآية ليس مفادها الناهي عن فتح ملفات الأمم السابقة، لا. هي الآية اللي تقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، الآية مو قاعدة تحثنا على عدم فتح ملفات الأمم السابقة، لا، وإنما الآية مفادها مفاد آية أخرى، وهي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني الآية تقول لنا شنو؟ أن الأمم السابقة لها أعمالها، وأنتم ليكم شنو؟ أعمالكم، ولن تؤاخذوا بأعمالهم ولن يؤاخذوا بأعمالكم. كل ما هنالك الآية توصل هذا المعنى. نعم، متى تؤاخذون بأعمال الأمم السابقة؟ إذا قبلتم، ها؟ وإذا رضيتم بأفعالهم. ومتى يؤاخذون بأفعالكم؟ إذا أسسوا لأفعالكم. أما إذا هذه أمة مستقلة وهذه أمة مستقلة، فتلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت، يعني أفعالها شنو؟ تحاسب عليها، وأفعالكم تحاسبون ولا تسألون، يعني ما تحاسبون عما كانوا يعملون. مو لا تفتحون ملفات الأمم السابقة. هذا أولا، هذا أولا. ثانيا، التفت جيدا، أنتوا جيتون إلى هذه الآية اللي تقول تلك أمة قد خلت، ونسيتون عشرات الآيات في القرآن الكريم اللي تحثنا على شنو؟ ها؟ على النظر في عاقبة الأمم السابقة. تعال معي إلى هذه الآية على سبيل المثال، شوف زين. الآية تقول في قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، أمم جرت عليها سنن، يعني فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة شنو؟ مكذبين. شنو معنى سيروا في الأرض؟ شنو معنى سيروا في الأرض؟ سير معنيان. معنى الأول السير الحركي، أن نروح أماكن آثارهم واندثار حضارتهم ونتأمل فيها، كيف كانوا نحتوا الجبال، كيف بنوا الأهرامات، كيف كانوا أولي قوة، وكيف ها خلفوها ومضولا يخلدهم الدهر. السير الثاني مو السير الحركي، وإنما السير ماذا؟ السير الفكري، أن نصفح التاريخ ونقرأ أسباب انحدار حضاراتهم، وكيف سقطت حضاراتهم، وكيف جاءها العذاب، وكيف ها فرطت في نعم الله، وكيف وكيف إلى آخره، حتى نتأمل ونأخذ الإيجابيات وننبذ السلبيات. أساساً ليش القرآن الكريم أعزائي يفرد لنا مساحة واسعة من قصص الأنبياء وأممهم وشعوبهم؟ ليش؟ ها؟ لماذا؟ لقد كان في قصصهم شنو؟ عبرة، حتى نتخذهم معبر، جسر، ها؟ نأخذ تجاربهم ونأخذ الإيجابيات ونحولها إلى واقع، ونتحاشى السلبيات التي وقعوا فيها حتى لا نصاب بما أصيبوا به. إذن القرآن نفسه مساحة واسعة فيه ماذا؟ من قصص الأمم السابقة. لماذا القرآن كما يتحدث عن نمرود وإبراهيم عليه السلام، عن فرعون وموسى عليه السلام، عن بعض الأنبياء والجبابرة الذين حاربوهم؟ إذا تقول ما في فائدة، والقرآن كيف يتحدث الحين كم عشرات مئات الآيات تتحدث عن هذه القصص السابقة؟ هذا إذن هذا السبب سبب جدا ساذج وغريب يمر على بعض الناس لم يقرأ لكتاب واحد حداثوي ها أو علماني أو ما شابه ذلك ينبهر به. نعم صحيح، هذا كلام صحيح. وين كلام صحيح؟ هذا خلاف القرآن الكريم. هذا السبب الأول.
السبب الثاني أعزائي، قالوا ماذا سنستفيد إذا فتحنا هذا الملف؟ الاستفادة العملية، شنو بنستفيد لما نعرف أن الحق كان مع علي لا مع معاوية، وأن الحق كان مع الحسن والحسين لا مع معاوية ويزيد؟ ما الذي سنستفيده عمليا؟ مسألة تاريخية ما لها بعد عملي مستقبلي، هم يقولون هكذا. نقول لهم من قال أنه لا يوجد فائدة؟ أنتم لا تعلمون، لا تعرفون كيف تعمل الذهنية البشرية. الذهنية البشرية تعمل ببعدين، بعد الكاشفية وبعد المحركية. شنو معنى الكاشفية والمحركية؟ أنا أعطيك مثال الآن. الآن مثلا أنت إذا كنت في صحراء وعطشان وعجزت عن بحث عن وعجزت في البحث عن الماء، جلك أعرابي قال لك إن الماء موجود في الجهة الشرقية على بعد نصف كيلومتر. هاي المعلومة شنو تولد فيك تحليليا؟ تولد فيك أمرين. تولد فيك الكاشفية، انكشف لك مكان ماذا؟ الماء. وتولد فيك المحركية، بعد أن انكشف لك مكان الماء وش يصير فيك؟ تتحرك نحو جهة الماء. هي مستفادة من قوله تعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أنت لما تطلع على تاريخ الآخرين وتعرف هذا زين، هاي الأمة سلبياتها كذا، وهذا الشخص سلبياتها كذا، وهذا الشخص إيجابياتها كذا، هذه الأمة إيجابياتها هكذا، ما الذي يحصل فيك؟ أولا تنكشف لك حقائق، بعد انكشاف الحقائق ماذا يحصل؟ تتحرك لكي ها تتولى وتتبرع. تتولى يعني تأخذ الإيجابيات ها وتحولها إلى واقع، وتنبذ السلبيات وتتبرأ منها. إذا من قال أن الخوض في هذه المسائل التاريخية لا فائدة عملية؟ لماذا ندرس التاريخ إحنا؟ أساساً لماذا ندرس التاريخ؟ ها؟ دراسة التاريخ لمجرد أنه قصص. القرآن الكريم لم يسرد لنا القصص، إن هذا لهو القصص الحق. زين؟ أو يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. ليش؟ لأن فيها بعد كاشفي وبعد محركي. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أريد أن أقف عنده قليلا، وأريد من الإخوة أن يلتفتون له شوي. السبب الثالث، قالوا لنفتح ملف الإمامة. لماذا؟ لأن لها مردود أو له مردود سلبي على الوحدة الإسلامية وعلى السلم الأهلي وعلى التعايش الأمني. حفاظا على الوحدة الإسلامية لنفتح الملفات السابقة. التفت هذا الملف دقيق الآن جدا، هي النقطة الآن السبب الثالث دقيقة للغاية زين والشائكة وحرجة. أنا أريد قدر الإمكان الالتفات وتبسيطها بشكل سريع جدا. التفت جيدا، هل فتح هذا الملف يأثر على الوحدة الإسلامية؟ فتح ملف الإمامة لما نقول من المحيق؟ ما الذي حصل؟ ماذا جرى؟ ها؟ بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله في السقيفة، في بني هاشم، في بني أمية، في بني العباس، في كربلاء، في صلح الحسن، ما الذي جرى؟ من المحق ومن المبطل؟ عمار، معاوية، من؟ وفي تحسس من هذا الملف، هل فتح هذا الملف يؤثر على الوحدة الإسلامية؟ حتى بعض الشيعة أيضا ينادي بهذا الأمر، يقول لا تفتحون، هذه أثر على الوحدة الإسلامية. التفت جيدا أعزائي، التفتوا. إن قيم هذا السبب في ثلاث نواحي. الناحية الأولى، إحنا عندما نفتح ملف الإمامة نفتح موضوع وحدوي لو تفرقي. الإمامة مفهوم توحد لو مفهوم تفرق. ها؟
شنو تقول الزهراء عليها السلام؟ إمامتنا ها؟ نظاما للملة. نظام. احنا مو فاتحين ملف القبليات والعنصريات والطائفيات حتى نقول هذا الملف ملف شنو؟ تفرقة. احنا نتحدث عن مفهوم الإمامة. ما هو مفهوم الإمامة؟ مفهوم الإمامة أن تنطوي الأمة كلها تحت مظلة قائد من الرفعة بمكان أنه يمثل شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. هذا تفرقة هذه؟ لو وحدة صارت هذا عنصر قوة أو عنصر ضعف صار؟ ها؟ هذا عنصر قوة. ولهذا ماذا تقول أيه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وش يقول الرسول صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية؟ وإنهما يعني القرآن والعترة حبلون ممدود. حبلون ممدود. إذن الناحية الأولى في الرد على السبب الثالث أن فتح ملف الإمامة هو فتح ماذا؟ فتح مفهوم ما يوحد وليس مفهوم ما يفرق. التفت؟ اثنين. الناحية الثانية الوحدة لا تعني أن نتنازل عن معتقداتنا. الناس يخلطون يقول حتى نتوحد خل نترك العزاء، ها؟ خل نترك الحسين، خل نترك اللاطم، خل نترك ما يسبب الانتقاد في ذهن الآخرين، ها؟ لا، الوحدة احتمالات، إما أن يتحول السني إلى شيعي وهذا غير وارد، أو أن يتحول الشيعي إلى سني وهذا بعد غير وارد، أو نبتدع لنا شنو مذهب ممازج يدخل هذا في هذا ونطلع لنا شنو مذهب ممازج هذا بعد غير وارد. سيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه لما طرح مفهوم الوحدة الإسلامية ركز على ماذا؟ أن الوحدة الإسلامية معناها ماذا؟ معناها التعايش والاحترام المتبادل. في نقطة الأبين في الناحية الثالثة لكن تفتح النقطة الثانية. زين؟ أنا أستغرب الطرف الآخر من متشدد الناصبي زين مستعد إلى مستعد أن يقبل المسيحي كما هو بمعتقداته ويقبل اليهودي بمعتقداته كما هو ويقبل البوذي والهندوسي وما إلى ذلك بل ويقبل ماذا؟ يقبل حتى الوثني يقبل حتى التطبيع مع الصهاينة لكن مو مستعد يقبل الشيعي كما هو. غريب هالمسألة ما يصير هكذا. هذا كيل بمكيالين يريدني أقبله كما هو لكن ما يريد شنو يقبلني كما أنا. يريدني أقبله لما يقول سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين لكن ما يريد يقبلني لما أقول معاوية عادى عليا. ما يصير هكذا. هذا ليست وحدة. هذا هي ذلة ومهانة. إذن لا هويت الوحدة لا معناها أن يتنازل هو عن معتقداته ولا أنا أتنازل ماذا عن معتقداتي. لا، وإنما الوحدة معناها ماذا؟ أن نشترك أن نجتمع في المشتركات وأن نحترم المختلفات. واضح هذا؟ هاي اثنين. الناحية الثانية. الناحية الثالثة مهمة للغاية جدا. الوحدة لا تعني أن أتهجم على رموز ها الطرف الآخر بالشتم والسب ولا تعني ماذا؟ أن أغضي عن الحقائق التاريخية. خلني أوازن شوي. التفت جيدا. لا أخذ لي سلك العمامة اللندنية اللي ما يخلي ولا يبقي قاعد في مكانه ها في برج عاجي وحول حرس ومرفه ويشتم وغيره ينقتل في مصر وفي لبنان وفي العراق وفي الكويت وفي الحجاز. هو قاعد مكانه بشتمه وبتعديه
وبتعديل الخطوط الحمراء وعدم اللياقة وعدم المراعاة المعتقدات ومحترمات الآخرين، وقع مكانه. تعال أنت قاعد في كنف هؤلاء النواصب واشتم على هواك، بنشوف قاعد هناك. هذا خط مشبوه أعزائي، خط مشبوه. نعم، في الناحية الثالثة أقول ليس معنى الوحدة زين أن أسلك خط الإفراط في ماذا؟ في انتقاد الآخرين. أقول فلان زين أشتمه، فلان أشتمه كذا كذا، وأنا أعتب بماذا؟ بأن بزل ألقاب. لا 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 لا، التفت. حتى اللعن له مفهوم جميل. اللعن معناه شنو؟ الشجب. أن صحيح لا أسلك خط الإفراط، لكن بعد ما أسلك خط التفريط ها أغضي عن الحقائق التاريخية، لأنه حتى لا يزعل الآخرين. لا 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 لا، أنا أخليك ما تزعل لأني ما أسبه صحيح ولا أشتمه، لكن مو معنى أنه إذا في حقيقة تاريخية أن الصحابي الفلاني فعل كذا وكذا. ها الآن مو معاوية صحابي؟ قم صحابي، ماذا فعل؟ قتل عمار. تقول لا لا، حفاظا على الوحدة الإسلامية سكر هذه الحقيقة التاريخية، ما يصير، هذا اغتيال للتاريخ، اغتيال للتاريخ عزيزي. ولا أي أمة تريد أن تقع في مستنقع الحضارات عليها أن تغتال تاريخها. شايف ألمانيا الآن؟ ألمانيا الآن قاعدين يعدون لكتابة التاريخ الألماني، وتعرف أنت صفحة سوداء هي صفحة الرايخ الثالث، صفحة النازيين. هناك من نادى بأنه تعدوا هاي الحقبة، هاي تكتبون عليها. طلعت أصوات منابذة ومعارضة قالت لا، احتراما للأجيال القادمة اكتبوا كل شيء. هذا حدث صار، لازم تعرف بين الأجيال. إذا من قال يا عزيزي أن الوحدة زين معناها عدم انتقاد الطرف الآخر، لا انتقاد الموضوع المهذب. أن أجيب له من كتب التأريخ الموثقة، من كتب الفريقين، أن فلان فعل كذا وكذا وكذا وكذا، وانتقي انتهينا خلاص. أحسن من الشتم، أحسن من السب، أحسن من الاستفزاز، أحسن من القذع بألفاظ قذرة. حتى مسألة اللعن حولها إلى ماذا؟ هذا 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 موضوع شائك، نتعرض إليه باعتبار هذا موضوع شائك للغاية جدا، يحتاج إلى بحث مستقل. لكن أقول اللعن من مصطلحاته الآن في المفهوم عند بعض العلماء هو الشجب، أن تقيم شخصية وتقول فعلت كذا وكذا وكذا بالحقائق التاريخية، ثم تقول ماذا؟ نحن ماذا؟ بريئون مما فعل، دهين خلاص، نحن لا نتوافق معه مع ما فعل. إذن فتح ملف الإمامة لا يضرب الوحدة الإسلام. إذا جلينا واحد وقال والله شنو ها أنا زعلان منكم وأنتم تسبون الصحابة وكذا 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 وكذا، يقول وين سبينا إحنا؟ إحنا ما سبينا، إحنا قلنا فلان فعل كذا وكذا. سيد الحسن نصر الله حفظه الله في أحد خطاباته بين هذه المسألة زين، قال ساعات إحنا أحيانا نجيب شخصية تاريخية ونقيم فعلها، يوم ثاني واحد يقول لي شنو ها شتم الصحابة. وين شتمنا الصحابة؟ إحنا ما شتمنا الصحابة، إحنا قلنا فلان خرج على ها علي بن أبي طالب وكان مختان فيما فعل زين، هذا سب الحين؟ هذا شتم؟ لا، يريدك ما تتكلم أبدا عن كل فعل فعله. اذكروا محاسن موتاكم، إذا ما عندهم محاسن وش نسوي لهم إحنا بعد؟ خلنا نكون منصفين أعزائي، التفتوا جيدا. لا نشتم زين، لا نستفز الطرف الآخر، لكن إذا أردنا أن نفتح الملفات ببحث تاريخي دقيق ونكشف الوقائع ونترك الطرف الآخر يحكم، انتهينا خلاص. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب يا أعزائي. إذن
هذا السبب الثالث واهن وغير صحيح أيضا. زين، أما السبب الرابع، هذا السبب الرابع يصلح يصير نكتة يعني وطرفة، شيء غريب يعني. هذا قالوا إن فتح هذه الملفات تدخل في خصوصيات الصحابة. لتفتح هذا الملف هذا تدخل، ليش؟ لأنه زين صحابي قاتل صحابي، أنت اشتخرك أنت؟ أنت من أنت صحابي؟ لا دخل لنا بينهم، مثل ما قال هذاك سلطان الحسين سلطان ويزيد سلطان، ولا دخل لنا بين السلاطين. هذا كلام يروج أيضا. زين، نقول لا غير صحيح أيضا. لتنبيهين، أولا الخلاف الذي وقع بين الصحابة، ها إن كان خلاف على أمر دنيوي ما على، والله صحابي تنازع مع صحابي على ماذا؟ على بقرة مثلا، على شاة، ما دخل بينهم. أما بتنازع على شنو؟ متنازع على ماذا؟ على خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرت دماء، ها؟ وسبيت نساء، وطلعت نزعات، وتحرفت عقائد، شنو ما نتدخل؟ هذا مو أرث، مو هذا إحنا مصيرنا إحنا؟ كيف لنا نتدخل؟ زين؟ لازم نعرف من هو المحق ومن هو المبطل. القرآن قائم على الولاية والبراءة، لازم إذا صار نزاع بين اثنين أريد أعرف من هو المحق، ليش؟ حتى أناصر المظلوم في مظلوميته وأنابذ الظالم في ظلمه. القرآن قائم على هذه العقيدة، على عقيدة الولاية والبراءة. ليش يذكر لك النمرود وإبراهيم؟ حتى توالي إبراهيم وتتبرأ من النمرود وأشكال النمرود. ليش يذكر لك موسى وفرعون وهامان وقارون؟ حتى تعرف شخصية موسى وهارون فتنجذب إليها وتواليها، وتعرف شخصية قارون وهامان وفرعون فتتبرأ منها. القرآن قائم على هذا، هذا الاتجاه الرافض. تعطوني بعد خمس دقائق أستاذ كوميل لويش، ها؟ خمس دقائق بس، ها؟ في واحد قال بارك الله فيكم، هذا معناها خلص بسرعة. شفرة معروفة هذه. زين، خب الاتجاه الداعم لفتح هذا الملف، ليش احنا نصر على فتح هذا الملف؟ نقول لإحراز ثلاث حقائق مهمة مصيرية. الحقيقة الأولى هي الحقيقة التاريخية اللي بيناها من شوي حتى نعرف من المحق والمبطل. الحقيقة الثانية هي الحقيقة الدينية، لأن الخلافة هي خلافة مو عن ملك أمر سياسي عادي، خلافة عن رسول الله. ويقول أمير شنو يسمونه؟ أمير المؤمنين. لا خب يعني أميرنا المفروض. زين، فلا بد أعرف هذا، هي الإمارة صحيحة أو مو صحيحة، حقيقة دينية. زين، الحقيقة اللي أريد أن أبينها أكثر وأركز عليها الحقيقة شنو؟ الأخروية. القرآن الكريم يبين لنا أن من أهم طقوس عالم القيامة أن ينادى الناس ويدعون بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامه. تعال خلني أعرف أنا إذا في الدنيا أوالي معاوية وأوالي مثلا زين مروان وأوالي يزيد، خلني أعرف هذا وإيش مصيره في الآخرة. لأن الناس ماذا يحشرون؟ مع من؟ مع من والوا. لماذا نحن نفرز ونحكم ونشخص ونوالي؟ حتى نضمن مستقبلنا الأخروي. مع من سنبعث؟ مع من سننادى؟ إذا كنت تريد أنت أيها البعيد أن تنادى باسم يزيد، هذا هو شأنك. شايفين بيان الدواعش مؤخرا اللي مجدون فيه يزيد وينتقدون فيه الحسين عليه السلام؟ شايفينه ومشايفينه
ها؟ جاوزوا حد المجاز. شيء غريب هؤلاء، يعني هي الفئة غريبة عجيبة، يعني لم تظهر في التاريخ فئة مثل هذه. احنا كنا نكذب، يعني نقول لا مبالغة في كربلاء، يعني معقول يعني حرملي ينحر رضيع بسهم؟ يمكن شوي ها مبالغات شوي، لكن لما شفنا هؤلاء أحفادهم صدقنا كل شيء. فطرة ممسوخة، مع من سيحشرون هؤلاء؟ زين، شوف الروايات ماذا تبين. الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم تبين أن عن الإمام الباقر عليه السلام قال: يجيء رسول الله صلى الله عليه وآله في قومه، وعلي في قومه، والحسن عليه السلام في قومه، والحسين في قومه. زين، بعد وكل إمام عاش معه زين وعاصره أناس يأتون معه. عجل ليش الرواية تقول في صحيح البخاري: من مات ولم يعرف إمام زمانه شنو؟ مات ميتة جاهلية. من هنا إمامنا الرضا عليه السلام ركز على مبدأ الإمامة في كل محطة. لاحظ أنت بس تقرأ تاريخ الإمام الرضا عليه السلام، مو في طوس ولا في المدينة، لا 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 لا، ركز على تاريخ الإمام الرضا عليه السلام في المسير ما بين المدينة إلى وين؟ إلى طوس. تقول الرواية كل مكان ينزل فيه، وقد تعمد المأمون العباسي بعده عن الناس، يطوفون على طرقات بعيدة نائية، لكن كل ما يوصل إلى منطقة ها يركز على أمرين. الأمر الأول إظهار المعاجز حتى يبين أنه الإمام الحق بينه، والأمر الثاني شنو؟ الأمر الثاني إبراز موقع الإمام. الإمام الصادق عليه السلام يقول لولده الكاظم: إن عالم آل محمد لفي صلبك. أقصد الإمام الرضا عليه السلام، ويشوق الإمام الصادق يقول: ليتني أرى عالم آل محمد. يلقب الإمام الرضا عليه السلام. أنت إذا شيعي يا عزيزي لازم تقرأ كتاب الاحتجاج وتركز على احتجاجات الإمام الرضا عليه السلام، موجود عندك الآن في الجهاز هذا. زين، كتاب الاحتجاج نزل PDF للعلامة الطبرسي. ما يمكن تكون شيعي وأنت لا تقرأ كتاب الاحتجاج واحتجاجات أئمتك سلام الله عليهم. كيف كانوا يدافعون عن الإمامة؟ شوف الرواية تقول ها في نيشابور. نيشابور ما نيشابور كان أكثرها سنة، ترى مو شيعة، لكن لما جلس الإمام الرضا عليه السلام في نيشابور ها أخذ يبرز جانب الإعجاز، وقد ركز على شنو؟ على مبدأ الإمامة. أحد الساكنين في نيشابور يقول: في يوم من الأيام رأيت رؤيا كأن خيمة منصوبة في نيشابور، عالما رايح على بالي اسمه الآن، منصوبة هذه الخيمة ومجمعين عليها الناس، فقلت: من؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في الخيمة. يقول: دخلت وإذا به جالس الرسول صلى الله عليه وآله في عالم رؤيا في نيشابور، بين يديه طبق من رطب، فدنوت منه فسلمت عليه فقلت: يا رسول الله أطعمني، أعطني من عندك. قلت: فقبض قبضة وضعها في يدي، عددتها وإذا بها 17 رطبة. يقول: أنا قعدت أول تقلت يمكن تأويل هي الرؤية أني أعيش 17 عاما. مرت الأيام في الأيام، فأشخص المأمون مولانا الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى خراسان. في طريقه إلى خراسان وين نصبت له خيمة في نيشابور، فتجمعوا عليها الناس. هذا العالم يقول: رأيت الناس متجمعين على هذه الخيمة. قلت: من؟ قالوا: هذا علي بن موسى سلام الله عليه. يقول: دخلت عليه وإذا به جالس جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبين يديه طبق من رطب، فأحترت في أمري. استغرب، مصادفة هذه؟ دنوت منه، قلت: يا ابن رسول الله أعطي منه شيئا. فقبض قبضة وضعها في يدي، عددتها وإذا بها 17 رطبة. قلت: تعجبت، مصادف لها الحد؟ قلت: يا ابن رسول الله زدني. قال: لو زادك جدي رسول الله لزدتك. ليش يبين جانب الإعجاز الإمام هنا؟ حتى يبين أنه الإمام مؤيد بالغيب، يعني إمام معصوم من السماء. هذا واحد. ثم لما امتطى ها راحلته يريد أن يخرج من نيشابور، تجمعت العلماء بأقلامهم، تقول الرواية، أكثرهم من أهل السنة، مسلم صحيح مسلم هذا من وين؟ من هناك.
من نيشابور. قالوا أيها الطيب ابن الطيبين حدثنا بحديث، إحنا سمعنا فلان راوي يروي عن فلان فلان، لكن أنت ماذا؟ أنت سلالة النبوة، حدثني حدثنا بحديث عن جدك رسول. فقال حدثني أبي موسى بن جعفر، قال حدثني أبي جعفر بن محمد، قال حدثني إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى جبرائيل، إلى اللوح، إلى القلم، إلى الله عز وجل، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمين من عذابي. شوف مبدأ التوحيد، أحيان الإمام يركز على مبدأ الإمامة. تقول الرواية فأدخل رأسه داخل الهودج ثم أخرجه وقال ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. أن التوحيد شرطه الإمامة. من هنا نجد أن الإمام سلام الله عليه ركز على هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسلوك نهج هذا الإمام العظيم الطاهر المطهر، وأن ينيلنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وين الراديو مالكم؟ بس تسمح لي بس بيت واحد، بس بيتين ثلاثة. ها، هذه قصيدة نظمتها في جوار مولاتنا زينب سلام الله عليها في مولد الإمام الرضا عليه السلام 1426 هجرية. شعراء قد ذهبت مذاهبهم بهم نحو الملوك قصورهم قد يمموا، ضاعت قصائدهم على أعتابهم غاوين هاموا، همهم أن ينعموا، عاشوا على قصع الملوك بمدحهم، وفتات دنيا الظالمين يلملموا، وتمرغوا حول الموائد سجدا، ويسبحون لهم وشعرا ينظموا، قد زينوا لهم قبيح فعالهم طمعا بدنيا دار فيها الدرهم، لو يعلم الشعراء ما في مدحهم للظالمين من الغوى، لو يعلم الشعراء ما في مدحهم للآل من جنات قدس تكرموا، لسعوا إلى المدح الشريف تشرفا، لسعوا إلى المدح الشريف تشرفا برؤوسهم، إن لم يحرك مقدم فإذا ابتدى بيت القصيد بمدحهم. صلوا على الآل الهداة وسلموا.